تقدر. النوع راح يكون منافس. يعني لما نشوف بأنه إنتاج محلي ما تعلاش، لأنه المنتج اللي أنا نشوفه فيه مستورد راح كلش يجي من الخارج، وعلى بالك لما يكون تضخم ولا ارتفاع عوامل الانتاج ليزيليمون دو برودكسيون رايح يكون فيه تاثير مباشر على اسعارنا. اما لما يكون عندك انتاج محلي اليد العامله نعرفوا مستوى الاجور، نعرفوا مستوى اسعار الكهرباء، نعرفوا مستوى اسعار الماء لانه يستهلك المواد هذه يستهلك، يعني كل شيء راح يكون اكيد راح معناتها كما قلت عندها ربما بعض المواد اللي راح تستوردها وراح يكون فيها كيفاش نقولوا نيغوسياسيون مع لي فورنيسور، ما راح لانه لازم ياخذوا بعين الاعتبار ماشي انا نجيب من عندك ماده مثلا غدوه ترتفع الاسعار تاعها نولي مانيش منافس نولي الاسعار تاعي اغلى من اسعار يعني اخرى. يعني تكون دراسه للاسواق الخارجيه.